ومعنا عبر الهاتف من دبي للحديث أكثر حول هذا الموضوع الدكتورة هند البدواوي، مستشارة نفسية وتربوية. دكتورة هند، مرحبا بك. بداية، هل لك أن تحدثينا بشكل أوسع عن هذه الآثار السلبية الناتجة عن جلوس الأطفال أمام التلفاز أو الأجهزة اللوحية لوقت طويل؟ ممتاز. في البداية طبعا لا ننكر أن التلفاز وسيلة من وسائل الإدخال، وسائل التعلم، وسائل حتى التربية. ليش؟ لأنها تنقل مفاهيم كثيرة عالمية إلى عقل الطفل، فيبتدي الطفل يتلقى هذه المعلومات أو هذه الصور والرسومات والانفعالات والسلوكيات من غير فلترة، من غير إعادة برمجة، ويبتدي في عملية التقليد، وخاصة لما نتكلم عن المراحل الأولى من العمر اللي هي منذ الميلاد، أو خلينا نقول من 4 سنوات إلى 7 سنوات، لأن هاي المرحلة مرحلة التمثيل الإيهامي أو التمثيل اللعبي، فيبتدي الطفل يمثل أو يقلد كل ما يتلقاه من اللي حوله. فإذا جعلنا أن التلفاز هو المصدر الوحيد لإدخال، المصدر الوحيد للإدخال، فقد يشوش عملية التربية، وقد يخلق سلوكيات غير مرغوبة، ويؤثر كذلك في عمليات النمو والعمليات العقلية لدى الطفل. نعم، يعني التلفاز كما ذكرت هو يعني سلاح ذو حدين، قد يكون مفيدا في تعليم الأطفال، مثلا يطور بعض المهارات اللغوية إلى آخره، وقد يكون طبعا يعني إذا كثرت مشاهدته قد يكون سيئا على الأطفال. بحسب خبرتك، ما هي أفضل الأوقات لمشاهدة التلفاز؟ هل مثلا بعد المدرسة أو بعد الواجبات المنزلية؟ يعتبر إذا نحن بنعتبره كمصدر تعليمي، يمكن يختار على حسب الوقت المناسب للطفل أنه هو يتعلم ويتلقى من المعلومة. إذا كنت بعتبره كمصدر ترفيهي، لابد أنه يكون في الفترة اللي يكون يعني خلص الطفل كل ما عليه من واجبات وفرائض يومية، ومن ثم يستخدمه كنوع من الترفيه مع مراقبة وتحديد نوع البرامج والمدخلات اللي راح تدخله من خلال التلفاز. فتحديد الوقت هو يعتمد على الوسيلة، هل أنا بستخدمه كوسيلة تعليمية أو كوسيلة ترفيهية؟ نعم، يعني دكتورة هند، ما هي البدائل المتاحة التي قد تغني الأطفال عن مشاهدة التلفاز أو ألعاب الفيديو يعني بكثرة؟ كثير من البدائل، منها الألعاب التفاعلية ما بين الأب والأم والأبناء، لأن الألعاب التفاعلية تخلق جو حقيقي وصحيح حتى لإفراز السلوكيات السلبية، ومن ثم السيطرة عليها أو تعديلها. ولكن لو نتكلم ونقول أن التلفاز شر لابد منه، أو لابد من وجوده ولابد من استخدامه لأنه وسيلة من وسائل التعلم ووسيلة من وسائل الترفيه، أنه لابد من الرقابة من قبل ولي الأمر، وكذلك اختيار البرامج اللي يكون فيها نوع من التعليم أكثر من البرامج اللي تولد نوع من الانعكاسات السلوكية كالعنف أو الخيالات أو نوع من السلوكيات السلبية اللي يتم اقتباسها أو تقليدها. نعم، دكتورة هند البدواوي، مستشارة نفسية وتربوية، كنت معنا عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا لك.